نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، كل عام وأنتم بخير. حيث تشهد الأسواق في مدينة الموصل رواجا كبيرا في استعدادات التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والإقبال على المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأحذية والشرزات الموصلية الشهيرة، ولكن هناك ركود كبير للتبضع خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وخاصة أسعار الدولار ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. تغطيتنا لهذا اليوم حول استعدادات العيد، فكونوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام، نحن الآن في أحد أسواق مدينة الموصل، سوق النبي يونس. تغطيتنا لهذا اليوم حول استعدادات الموصليين لعيد الأضحى المبارك وتسوقهم في هذا السوق التاريخي الكبير في مركز مدينة الموصل. معنا الآن الحاج يتحدث لنا عن العيد وكذلك عن عادات وتقاليد العيد هنا في مدينة الموصل. نعم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج احكينا عن عادات وتقاليد العيد في السابق شلون كان؟ والله عادات وتقاليد العيد في السابق كان أطيب من هذا الوقت لأسباب. الناس قبل على بساطتها وعلى ضعف حالها تقريبا يعني، فالناس قبل العيد شو يسوون؟ الرجال يروحون على حمام السوق، والنسوان كذلك كانوا يشيلون البقع الشمال هنا يروحون على حمام السوق ويتحضرون الكليتش وما كليتش وملابس الاطفال والهم، ها ويسوقون مسواق زين للعيد. ووقت العيد صله الرحم موجوده ان شاء الله من قديم واسعى لا زالت يعني. حالياً اقل. طبعا اقل، قبل افضل يعني. الزيارات متبادله، اللي يزور ابوه واللي يزور اخوه واللي زعلان يروح يصالحه، هذه موجوده سعينا. قبل العيد. قبل العيد هذه، لا خاصه ايام العيد يعني. بالعيد يزورون بيناتهم العمام الاخوال الجيران الاصدقاء واللي زعلان يصالح، عرفت؟ واما المشواق قبل العيد يسوقون، قلت لك يعني ايش يحتاجون؟ ايش يحتاجون؟ من صغيره الى كبيره يسوقون للعيد. وما بس هذا، يحضرون فلوس خاصة خردة للأطفال عيدانية، اللي ينطي جيرانه واللي ينطي أطفاله وينطي أحفاده، عرفت؟ هذه موجودة شاهد. فقبل العيد كانوا تصير تجمعات بالنبي يونس عليه السلام، تصير تجمعات مو كل مكان، وبذاك الجانب وبذاك الصوب وهذا الصوب يجمعون، عرفت؟ وقسم ناس ما ملتقي من قديم يلتقون، عرفت؟ وفد محبة وفد يعني فد فرحة عظيمة ما شاء الله عليها. والعيد عيد الله أكبر هذا، الحمد لله رب العالمين. نعم. وقبل العيد يعني من قلت العوائل تتسوق مثلا ملابس العيد وأبرز الأكلات أو أبرز الأشياء اللي دائما العوائل الموصلية تلتجئ إلى شرائها. نعم نعم، هي كل عائلة لهم، كل عائلة لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة. نعم. من ناحية المسواق، من ناحية الأكل. قسم من الناس شنو ريقوا الصبح مالهم؟ قسم ناس يعني صور هو العيدية، الناس تريق بيوتها شنو؟ هي موجودة الجيمر والقشوة والمربى والشغلات هذه موجودة هذه. بعض عوائل تعرف شو ياكلون الصبح؟ يشترون باتشا، عرفت؟ ويتريقون باتشا ويعزمون أحبهم. وبعضهم لا كبب، اي والله بالله العظيم، عرفت؟ كبب الموصلية مشهورة. ايه كبب الموصلية مشهورة بكل الدنيا ما شاء الله عليها، عرفت؟ فالشغلات هذه تصير يعني لمة وطيبة وحلوة. حجي احنا قبل العيد دائما العوائل ذكرت بانه يتسوقون الكليتشه والشرزات الموصليه بالاضافه الى الملابس الجديد. نحن في عيد الاضحى المبارك دائما العنوان البارز الضحيه. نعم الضحيه، يعني نعم. اول يوم العيد تذبح الضحيه او ثاني يوم، خاصه اهالي الموصل مشهورين يعني بعد صلاه بعد صلاه العيد يذبحون الناس الضحايا. تمام. فيوزعون للفقراء، عرفت؟ فالجيران الفقراء المعوزين، وهذه لها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عرفت يابا؟ وبعض من الناس ومع الاسف يعني ينطي الغني وقليده ينطي الفقير، فيا يا اللي الضحي يا بجاه الله عليك، انطي الضعيف الفقير وانطي الغني اذا تستحي منه، بس شيء يكون بنور الله يعني، فالاكثريه تكون للفقير. اما الكليشه وما الكليشه هذه الشغلات والشرازات، عرفت؟
واللحم اللي يقص مثلا ما يضحي ما يجي هذا يشتري له شب كيلو لحم كله على قد حاله يعني عرفت يابا؟ هذا قبل العيد يعني عرفت؟ خاطيها يتغدون بها او يتريقون بها او يتعشون بها وهم يعزمون احبائهم الاب الاخ النسيب الكذا الى اخره. نعم حجي يعني انت لك ذكريات بالعيد عيد الاضحى وبقيه نعم الاعياد نعم. يعني حاليا شلون تشوف الفرق بين العيد القبل والحالي؟ عيد القبل كنا احنا اطفال جهال اهلنا يشترون دشاديش ولا بنطرون هم قلت لك على كل من قدح هذا وينطونا خرجيه عاديه قبل العيد نسوي لنا قازه ونجمع خرجيه عرفت؟ ومن يصير العيد الشربه يقداتها صغيره نكسرها ها ونطلع منها وشوف لك يخرخش جيبنا عرفت يابا؟ ولما يجونا قرايبنا ماكو نجي نبوسهم ونعايدهم وينطونا خرجيه فملابسنا يعني على قد حالنا متواضعه بس مكيفين بيها عرفت؟ تصور البنطلون شو نسوي قبل؟ والله العظيم البنطلون خليه جو الفراش مالنا نكويه ونقعد الصبح بدل كوي نكويه جو فراشنا ونقعد الصبح نضحك عليه ايه شوف ما شاء الله علينا واللي يروح على السينمات وعالدياديات قبل شات النواعير خشب ودياديات خاصه هنا ورا النبي يونس عليه السلام اسعى ورا المركز ورا المستوصف هذا شات الدياديات هنا والضحك من كل فج عميق الاطفال فرحه عظيمه عظيمه ناس على بساطتها ولكن له نكهه خاصه يعني قبل احسن من الساعه بصراحه حاليا لا مو حال حال مثل قبل بصراحه يعني حاليا كل واحد عنده هموم الدنيا كثيره ومتطلبات الحياه كثيره اشغال ماكو الشباب بطاله عطاله توظيف ماكو درس سنين وعامات وعلى ما تخرج عرفت قاعد بطال عرفت ياخذ خرجيه من اهله يا حكومتنا يا بجاه الله عليكم يا رئيس الوزراء يا رئيس الجمهوريه يا برلمانيين اسيم الله عليكم ويوم لا ينفع لا مال ولا بنون هلا هلا في الشباب لقوله فرص عمل بمشاريع بصناعات استثمارات وحتى ولو عقود بسيطه هلا هلا بالناس غلاء حاليا والغلاء والله فاحش بصراحه خاصه بارتفاع الدولار وجاي من ارتفع الدولار صار غلاء فاحش وبعض ناس والله ما يتمكن عشاء اليوم ومصرف اليوم ودعك هذول العمال هنا يشتغل يوم وعشرة ماكو أسعى إذا تريد لك عامل 10 20 واحد يشيتون عليك يكونوا عليك عمو عرفت؟ يريدون شغل ماكو يعني الناس بالشيخانات هنا اللي يلقي شياب وعجز كبار السن يعني يستحون يمدين ايدهم عرفت؟ مجبور الحاجة تجبر البشر العوز أكشر العوز مر وتعرض الموصل ما شاء الله من وراء الدواعش الله لا يرضى عليهم وعلى كل من تبعهم وعلى كل من يؤويهم عرفت يابا فصار الوضع حيل وذاك الجانب يا حكومتنا المحلية يا أهل بغداد ذاك الجانب المدينة القديمة الله الله بيها عوضوهم ابنوها شوية عرفت لا تسووا شغلات ترقيعية سووا الأهم وبعدين سووا المهم الأهم أفضل من المهم ثالثا عندي ملاحظة على أوساخ المتراكمة بالشوارع وبالفروع والسمو يا البلدية ركزوا عليها ويا مدير البلدية الله يرحم والديك ويصل على عرضك أنت بنفسك تابع كل شب يوم افتر بسيارتك تنكر وافتر وشوفوا الوساخات ولح عليهم واجبرهم ذولا على التنظيف ثالثا تزرعون الأشجار بالجزرات الوسطية وما حد يسقيها وتبس تابعوها شوفوا الخضار شوفوا الاقليم شوفوا الدول الاخرى داقوا عليها شلون الجزرات الوسطيه تشرح الصدر احنا تلاقيها كلها مزابل مكومه عرفت ويجي لك الناس يكنس الشارع ويشيل وسخ وين زتوا على الرصيف فهذه هم شويه رد لها متابعه شكرا حجي نعم معنا ايضا احد المواطنين يتحدث لنا عن عيد الاضحى المبارك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن تحكينا عن اجواء العيد الاضحى قبل وحاليا كيف كان؟ قبل كان هناك ايام العيد كانت مبالغ متوفره عند المواطنين فكانوا يتوجهون الى الاسواق لشراء الملابس لاطفالهم واحتياجات العيد من الكليتشه والشرزات وما شرزات
والآن هناك سعر صرف الدولار كان كبيرا والأسواق غالية، لا يستطيعون الشراء ولا التسوق بصورة صحيحة، وكان هناك زخم في الأسواق المحلية والأسواق الموجودة خاصة في سوق النبي يونس، لا يستطيع المشي داخل السوق اللي كانت مبالغ كبيرة، والآن مبالغ قليلة عند المواطنين، لأن عندنا هناك معطلين من أولادهم ومخلصين دراسات ولا يستطيعون العمل ولا وظائف لا موجود أي شيء آخر، والسوق الآن فيه المواطنين قليلين لغلاء السوق ولعدم توفر الوفرة المالية، ونحن بلد نفطي موجود ومبالغ موجودة متوفرة لدى الدولة، هناك لازم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين اللي كون سعر صرف الدولار كان أصبح كبيرا، يعني يؤثر تأثير كبير على المواطنين، ومبالغ الرواتب هذه لا تكفي ولا تسد حاجة العائلة. يعني حاليا القدرة الشرائية للمواطن قليل جدا، والأسواق حاليا ما مثل القبل من كانت تأتي العيد مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى، حاليا نشوف حتى الأسواق كأنه يوم عادي، مو مثل يعني احنا قبل بعد يومين ثلاثة راح يكون عندنا عيد. نحن هي هذه مشكلتنا، مشكلة الوفرة المالية، إذا الوفرة المالية ما موجودة عند المواطنين، هناك شرائح فقيرة كثيرة في العراق، ونحن بلد غني كبير، ويجب على الحكومة والمجلس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير المالية أما انخفاض سعر الدولار أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ويوجدون وظائف للمواطنين والخريجين، هناك خريجين كثيرين يقومون في بيع وشراء على البسطات، فهذا لا يجوز، هذا أفنى عمره بالدراسة وأكمل دراسته من خريج جامعات وكليات، ها لا يوجد لديهم وظائف أو متزوج وعنده أولاد، فيجبر أن يتوجه بالشراء عمل بسطة لبيع وشراء لتوفير المعاشي لعائلته. وهذا حال الطالب اللي أفنى عمره من أجل الدراسة ويكون يفتح بسطية. هذا الطلاب حالتهم هذه، أكثر الطلاب أكثر من تركوا الدراسة، يقول لي عدم وجود وظائف، أعمل وأقوم بعاش عائلتي حتى أقدم خدمة لهذه، لأن لا يوجد، أنا أدرس في الكليات والمعاهد وأكمل الدراسة بدون جدوى، أكبر من العمر بعد عبر 30 سنة ولا يوجد وظيفة، لأن يقولون لك أنت عمرك أصبح كبير، لأن هم الذين أخرونا عن الوظائف. شكرا حجي. نحن حاليا في أجواء العيد في مركز مدينة الموصل في سوق النبي يونس، ربما أكثر الأسواق ازدحاما هنا في سوق النبي، يعني شنو السبب؟ وخاصة السوق النبي مشهور بأنه سوق يرتاده كافة الأقليات والطوائف هنا في الموصل، لأن السوق هنا في سوق النبي يونس بشراء أرخص من بقية الأسواق والمناطق المتبقية في الموصل، مثلا الزهور أو المثنى غلاء كبير هناك، فهنا أكو ملابس يعني أتليق يعني للمواطن على قدر ما لديه من المبالغ لشراء لأطفاله ولعائلته، وخاصة حاجيات الكليشة وما كليشة والشرزات في سوق النبي يونس تكون رخيصة. سبب رخص الأسعار يلتجئون إلى سوق النبي يونس؟ هي هو سعر، لأن يعني رخيص الأسعار هنا في سوق النبي يونس، ويلتجئون الناس أكثر من جانب الأيمن والأيسر من قرى والأرياف من بعض المحافظات القريبة يتوجهون إلى سوق النبي يونس. نعم شكرا حجي. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم إلى المواطنين يتحدثون عن أجواء العيد وكذلك الغلاء الموجود في أسواق الموصل وكذلك بقية الأسواق في العراق، تغطيتنا متواصلة فكونوا معنا. تغطيتنا متواصلة حول
استعدادات الموصليين لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتسوقهم في أسواق الموصل، سوق النبي وسوق الميثاق وحي الجزائر وزهور وبقية الأسواق المعروفة في مدينة الموصل، ولكن ارتفاع الأسعار وكذلك ما تمر به مدينة الموصل جعلتهم يكون هناك ضعف في القدرة الشرائية للمواطنين. معنا الآن أيضا أحد المواطنين يتحدث لنا عن استعداداتهم ويتكلم لنا أيضا عن أجواء العيد هنا في مدينة الموصل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تحكينا عن أجواء العيد في مدينة الموصل؟ أول شيء نرحب بقناتكم الموقرة قناة الأيام. أجواء العيد مو مثل قبل. قبل يعني كان المواطن البسيط الفقير يعيش، أما حاليا ارتفاع الدولار وما مرت به مدينة الموصل من ظروف قاسية، فقبل كنا نجيب عوائلنا ونتسوق والشيء رخيص، حاليا لا والله الشيء غالي، واحد ما يلحق، يعني الرواتب ضعيفة، مثل أنا متقاعد راتبي ما يكفي إيجار ومولدة ومتطلبات الحياة، فهسه حاليا ما يعني ما مثل قبل. القبل كان بيه فرحة وتفرح أطفالك وعيلتك، حاليا ما تقدر تشتري لهم بهاي الظروف الصعبة. عوائل الموصلية دائما ما كانت قبل العيد تتسوق ومثلا تتبضع وتروح للأسواق المعروفة بالموصل، سوق النبي، باب الطوب. حاليا باب الطوب مدمرة تقريبا. الحكومة المحلية ماذا تقدمت للموصل من أجل النهوض بواقعها؟ والله ما يعني ما ذاك التقديم، أما حاليا شوية الأمور تصير يعني بالمسار الصحيح، بالمسار الصحيح. يعني من شوية، لأن تعرف المدينة انهجمت، فحاليا شويه بدا الاعمار وبدا شويه قمنا نشوف يعني، بس بالنسبه للمواد يعني ما مثل قبل، يعني نقدر نتسوق او هاي المواد الغذائيه وكذلك الملابس، المواد الغذائيه، الملابس، متطلبات العيد مثلا كرزات مثلا يعني شويه غاليه، اللي ما عنده امكانيه ما يقدر يشتري الشرزات. اهالي الموصل معروفون بشراء الشرزات، ليش دائما الشرزات ابرز العنوان للعوائل الموصليه؟ ابرز العنوان؟ يعني ليش دائما العائله الموصليه تشتري شرزات وبعدين كليش؟ دائما هي بالعيد يعني. هاي عاده قديمه يعني عند اهل مدينه الموصل وباقي المحافظات، انه بالعيد يجي خطار، يجي ضيوف، يقدم لهم شرزات، يقدم لهم الكليشه والشربت والشاي عيدية. صباح العيد، أول يوم العيد وثاني يوم العيد يكون الجرازات والكليشة. نعم، طول أيام العيد، طول أيام العيد يجونك قرايبك، اللي أصدقائك. ما ينغص فرحة العيد ارتفاع الأسعار. نعم، ارتفاع الأسعار، الدولار من ارتفع الدولار ما عاد تكفي الرواتب، خاصة أهل الموصل يمرون بأوضاع صعبة، خاصة الجانب الأيمن، المنكوبة، البيوت يحتاج إلى إعمار. نعم، أنا من الجانب الأيمن، الجانب الأيسر شوية بيه حركة شوية بيه، أما الجانب الأيمن ميت. يا منطقة؟ منطقة المأمون. منطقة المأمون معروف بأنه أكثر البيوت. إيه، المأمون، الوادي حجر، اللي كلها مناطق يعني شعبية، وقسم تدمرت مثل الزنجيلي وبقية المناطق خلال الحرب ضد داعش الإرهابي. اي نعم. حاليا حج الأوضاع الأمنية شلون بالموصل؟ الأوضاع الأمنية الحمد لله زينة، يعني زينة، حيل زينة، مو مثل قبل. يعني ما يمكن حاليا تعيش الموصل أفضل أيامها من الجانب الأمني؟ بأمان، لكن شنو الغلاء موجود، يعني الحمد لله أمان موجود، لكن ارتفاع الأسعار ودائما يقول القاعدة بأنه إذا كان توفر الأمان في أي مكان راح يكون هناك استثمار، راح يكون هناك تطور، راح يكون هناك إعمار، ولكن بنينا وما نتلمس الشيء قليل، فقط الشوارع دائما. نعم، نعم، ما شفنا أي مستثمر، ما شفنا يعني استثمار، وشبابنا كلها بطالة، ما عندهم يعني فرصة عمل. شكرا جزيلا حجي. معنا ايضا احد المواطنين، سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تحكينا عن العيد واستعدادات العوائل الموصليه لعيد الاضحى؟ مثل ما حكى الاخواني، الكليشه الموصليه من اول باحه سوينا كليشه موصليه، تعرف التازيل العيد بالكليشه، مو صحيح؟ فسوينا كليشه، قرايب، خوان، اصدقاء يجون يعايدون، انا متقاعد
استاذ متقاعد، صار لي 5 أشهر اراجع التقاعد يوميا باكر وباكر وما يسوي لنا شيء. تقاعد الموصل. ايه. مشكلة. منا بشيت. ايه. وانا هسه هاي ماستر كارت مالتي مال رافدين. هسه قالوا لي روح على المصرف استلم، هاي صار لي 3 أشهر ما مستلم راتب. وكل يوم الرواتب التراكمية. لا لا الراتب مالتي. مال 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 تقاعدي مال 500. ايه. سبب يقول لي باكر وباكر وعلى المصرف وهاي اني الماستر كارت مالتي مصرف الرافدين شو حولونا عن نخيل اني من نخيل شيء نخيل شيء والرافدين شيء مو صحيح ايه يعني مشكله هسه طالع على المصرف وين ما تروح مشكله اسواق مشكله البضائع مشكله نحن حاليا في اجواء العيد شلون نشوف الاسعار والله اسعارها زينه بس الفقير يعني ما يقدر يعيش ما مثل قبل زي العيد قبل وقت الخير وقت الدينار دينار يعني ما اسعار يعني ثابته بس ما يقدر يعيش الفقير خاصه الله يساعده بالايجار ما ايجار انت تعرف بيها يعني ايجار وراتب ماكو والشغل ماكو الشغل يعني هسه عبرت الباحه عبرت على المنطقه القديمه أني كل جمعة وخميس تلاقيني بباب السراي سوق هراج هسه يعني طقيت قهر وجيت يعني قمت تبكي عليها الله يوفقك أوضاع الموصل إيه شلون الوضع الأمني زين الحمد لله زين أمانك وفرض سيطرة أكو الحمد لله والشكر أكو تعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية إيه أكو 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 تعاون الحمد لله وإن شاء الله شوية شوية عاد تصير الموصل يعني شوارع تغطيه اشكل شيء اي العافيه درجات مثل ما يقول والحمد لله والشكر نعم مشاهدينا الكرام كما استمعتم العافيه درجات والاوضاع الامنيه في مدينه الموصل تنعم بالامان ان شاء الله على الشعب العراقي والامه الاسلاميه والدول العربيه ان شاء الله يمرون بهذا العام العام المبارك اللي الله سبحانه وتعالى هدا من الله سبحانه وتعالى العيدين عيد الاضحى وعيد رمضان الكريم وإن شاء الله يمر على الشعب العراقي ونرجو أكو شغلة واحدة حتى يفتهم الشعب العراقي كله أنه تكون صلة التراحم ما بين الطرفين لأن الله سبحانه وتعالى أبعث هذه الأيام بالأخص هذه بجعلها رحمات للإنسان والذي يمر بهذا العيد ويمر بخير إن شاء الله على هاي الأمة العربية والأمة الإسلامية والعراق بالذات العراق الجريح العراق الجريح الذي ينزف صار له 29 سنة 50 سنة ينزف وماكو واحد من هاي الدول الإسلامية والدول العربية إنه يوقف هذا النزيف لكن نرجى بدعاء هالناس الطيبين إنه الله سبحانه وتعالى يوقف هذا النزيف ويعيشون شعب مرتاح حالهم حال هاي الدول العربية هاي الخليج الخليج عايشين عيشة مال ملوك وعايشين عيشة هم ما بيناتهم صلة رحم لكن الحكام اللي عندهم والناس اللي عندهم أو أكو ناس يرعون هذا الشيء حتى الله سبحانه وتعالى يفتحه على 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 سائر المسلمين ونرجو من الله أنه يمر هذا العيد وأنه تكون هاي الأسواق الأسواق شوية الله الله بالفقراء الفقراء ما عندهم يا أخي ما عنده حق قميص ما عنده حق بنطلون ما عنده حق دشداشة ما عنده أنه شوية يرعون نفسهم الحاجة إذا ب5000 خليه يقول له ب4000 الحاجة إذا ب3000 يقول له ب2000 دينار ما راح يخسر كذب ماكو احد يخسر ابد استغلال لا تستغلون هاي الفرصه انه يجب انه يعيد حاله حال هاي العالم ليش اريد استغله واخذ منه 6000 اقول له 7000 اقول له 8000 ماكو هذا الاستغلال ماكو يجب انه هاي تنشال هاي يعني عيد الرحمه والتراحم عيد التراحم وعيد التواصل وعيد يعني هذا القميص اذا سواله 7000 دينار اقول له 10000 منين يجيب الفقير؟ منين يبوك؟ يبوك خير تكون صله رحم ما بيناتنا إذا تكون هاي صلة الرحم الله سبحانه وتعالى راح يستحي من العبد يقول له والله عبدي رحوم أنا ما أكون رحوم زدت عليهم الرحمة لكن إذا رحمة ماكو بالأرض شلون الله يرحمكم الله 40 باب راح يسدن عليكم يخلوا واحد يضرب راسه بالآخر صير هاي الموضوع ما يصير هذا يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم طبعا هي هاي صلة الرحم اللي موجودة الله سبحانه وتعالى نزلها وبالأخص بهاي الأيام المباركة وهذا عيد الأضحى حتى يكون على المر يمر عن هان الناس تعبانه ناس تعبانه والله اكو مقفول الباب ما تعرف ايش ياكل والله انا اعرف ناس مقفول الباب ما ايش ياكل ما يعرف ايش ياكل
جاره ياكل كباب وهو ياكل لبن. خلي تراحم بيناتنا حتى الله سبحانه وتعالى يفرجها على الكل. فرجك خلي لكم ثقافة دينية، ثقافة إسلامية، ثقافة الكل، حتى الله سبحانه وتعالى يرحمه. والارتفاع الأسعار يتعلق بالدولة أيضا لابد. الدولة 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 لها شرطين. الشرط الأول أنه المعبر الحدود، والشرط الثاني والشرط الثاني أنه تحدد الأسعار. الدولة أم احتارت ما بين المؤجر وما بين الاسم. تعب الدكان يقول لك والله أنا يريد مني مليون بالشهر، أنا منين أطلعها؟ هم حق صحيح. حدد أسعار الدكاكين، أسعار البيوت، أكو عالم ما عدا البيت يسواله 150 يقول له 300، من يجيب؟ راح يقول لك ها والله هذه الدولة كلها نشيل الحمل كله نزته على الدولة. صح الدولة لها ست أرباع ثقل وأكو ربع على المواطن، لكن أبو الملك، أبو الملك الدكان مالك ما يصير مترين بثلاثة تقول له 300 ألف بالشهر، هذا مين يجيب؟ يلا منين يجيب؟ يلا شو وين يروح؟ حاليا عقارات بالموصل مرتفعة بشكل كبير، شكل بشكل بشكل، بس يسوي الواجهة ماله حلان وسيراميك ويروح ينطي إيجارات. والله اكو بيوت تريد تقعد يقول له 150 ألف إيجار، مين يجيب؟ مين يجيب؟ لا عنده رعاية، لا عنده راتب، لا عنده تقاعد، يبيع مي بالشارع، مين يجيب؟ يوميته 7000، يحطهم بالعلاقة ويجيب له اللي يروح ينطين للزمو. ونرجو نرجو نرجو من هاي الناس اللي متماكنة، خلي الله سبحانه وتعالى يخلي رحمة بصدوركم، تنطوا هاي الناس الفقرة اللي قاعد تمشي ما تعرف، ما تعرف وين تروح، ما تعرف. سلك الجريمة أصبح لا شيء. 5 دقائق الجريمة بأمريكا، احنا صرنا أزد من أمريكا. إذا ما عنده يجي على البيت، لا عنده حق إيجار، لا عنده حق ملابس، وجاء العيد، لا شو يسوي؟ وين يولي؟ لازم يرتكب الجريمة، وهي تقلل من حدة الجريمة إذا عنده، قلل من حدة الجريمة. ونرجو من الكل، ونرجو من الدولة، هاي دولتنا، وأنتوا جيتونا، وأنتوا ناس كلكم مثقفين، وراعوا هاي الناس الفقرة. شنو المئة ألف؟ شنو المئة ألف إذا أنطيها للمواطن؟ مئة ألف ترى ما تأثر على الدولة، ميزانية الدولة عبرة 100 مليار، أنطيهم عيدانية على البطاقة التموينية كل واحد 100 ألف، ما راح تأثر عليك، ما راح. 13 مليار عراقي خلت تنفقها على باعتبار زكاة، يابا الدولة زكت، احنا نكون ممنونين. وهذا كل ما موجود لدينا، واحنا الكلام كثير، وما رحم الله من من من, من قلل الكلام والمعنى يمر على الكل. وأنا أشكركم جدا على شكرا جزيلا على الكلام. نعم أوضاع كما سمعتم، أوضاع المواطنين في الموصل أوضاع مزرية، وكذلك ارتفاع في الأسعار، وبالإضافة إلى ارتفاع في عقارات الدولة، ارتفاع فاحش ما أثر على المواطنين بشكل كبير. تغطيتنا حول أجواء العيد مستمرة، فكونوا معنا. كل عام انت بخير. كل عام انت بخير، والشعب العراقي والأمة الإسلامية جماعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نبارك القوات الأمنية البطلة من الجيش والحج الشعبي الأبطال، ولولاهم لما رجع الأمان، والحمد لله المناطق المحررة أمان بجهودهم بدماء الشهداء، ولولاهم ولما تحررت المناطق. نعم وانت بألف خير. كيف يعني ترى حاليا أسواق الموصل من حيث الملابس والتبضع؟ يعني شغلات مال كليتش، مال كليتش شغلات مال عيد، بس هذا السنه يختلف، يعني اكو شويه توقف في السوق، يعني سوق بطيء ما مثل كل سنه. سنه عيد الصغير وعيد الكبير سوق واحد ازدحام، بس هسه عيد الكبير اختلف خاصه هذا العيد، يعني من وراء الورق، صعود الورق. اي والله احنا نطلب من عندهم شويه يديروا بالهم على المواطن، يعني المواطنين كلهم ما عندهم رواتب، يعني ما كلهم موظفين ولا كلهم ما أغلبية أكو طبقات وسطى، أكو فقرة، أكو عايش على قوت يومه 10,000 دينار. هسه 10,000 دينار شي يجيب؟ بطل زيادة 3,000 دينار. إحنا
نطلب من الحكومة المركزية شوية تنظر على المواطن، شوية الورق شوية صاعدة، شوف هسه شوية حركة واقفة ركود، وكنا قبل نفتح لي ثنتين بالليل، الساعة لي الساعة 8:30 يعزل السوق، يعني يجي المواطن اي يجي يقول ما عندي هالقد، ما عندي فلوس، شوية دير بالكم على المواطن، الورق نزلوه ما شاء الله، النفط صاعد الساعة واحنا بلد نفطي. يعني حاليا ركود بالاسواق ما مثل القبل، واسعار الملابس حاليا عن السابق كل صعب، كل اسعار الملابس انا كنت ابيع التيشيرت ب 5000 هسه صاير ب 5000، يجي مشتري يقول لي ب 5000، يجي مشتري يقول لي ب 4000، عالم ما عندها. فاحنا نطلب من حكومتنا شويه تنظر على المواطن، المواطن ترى تعب، ترى الشعب العراقي كلهم ما موظفين، الشعب العراقي ما عندهم، اغلبيه قاعده ايجار، قاعده تجاوز ما عندهم، شويه دير بالكم عليهم، نزلوا الورق، احنا ما نريد 100 و 123، يابا 130 قابلين بها، شويه ينزل الاسعار حتى العالم تتسوق، شويه حتى الفقير يعيش. شلون تشوف الاوضاع داخل السوق من حيث الارتياد من بقيه المناطق؟ لان سوق النبي ليس خاص باهل مصر فقط، بانما مثلا القرى والاقليات وكل الحمد لله كل الاماكن. يعني احنا حنشوف يجون من جميع محافظات العراق، من اربيل، دهوك، سليمانيه، يجون من سهل نينوى، بجماعه اللعفر وسنجار، لهذا ليش؟ وضع الامني حازي، الحمد لله والشكر، اللهم اجعل هذا البلد امنا، الحمد لله والشكر، وان شاء الله دائما العراق نصير من الدول المتقدمه، ويجون من القياره وشرقاط ومحافظات، والله شوف من البصره، من النجف، من كربلاء، هذا ليش؟ هذا عمل صار امان الحمد لله بجهود القوات الامنيه، الجيش العراقي الابطال والحشد الشعبي الابطال، الله يحفظهم الله ينصرهم، بجهود القوات الامنيه تكافده، والرحمه لشهدائنا الابرار ولولاهم لما تحررت المناطق. نعم شكرا جزيلا، ايضا متواصلين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون تشوف اقبال المواطنين على شراء الكرزات؟ والله الحمد لله الاقبال موجود، بس هسه نعاني انه العالم تعاني من اسعار غاليه بسبب الدولار. بس من العالم عاد تشتري اكو مكسرات ب 15، اكو خلطات من السبعه لل 10 13، وكل من بكيفه يشتري حسب الخلطه هي. يعني الاقبال يكون دائما على طبعا الانواع الاقل. انواع الشرزات والشقليت، بس المكسرات يمشي كلها يمشي الحمد لله. شنو ابرز انواع الشرزات المكسرات الموجود بالموسم المشهور؟ فستق احمدي، جازو 320 نخلط، لوز من هذه الدرجه اولى، وما شاء الله ينباع 15 14، اكو اقبال عليه حيل قوي الحمد لله. خاصه ايام العيد. ايوه عندنا من المصقوله ميجون ياخذون العالم من عندنا. كل المحافظات تجي على الموسم لان الشرز يمتاز بيها. ليش دائما الشرز الموسم يمتاز يعني من بين بقيه المحافظات؟ يعني هو نكهه غير عن كل المحافظات، شرز الموسم هو نكهه غير. شنو؟ طعمه حيل طيب، ملحه، ابو اهل القليم واهل الموصل اهل الشرزات. ايه ابرز العوائل اللي يعني تشتغل بالشرزات بالموصل؟ موجودين والله بالجمله كلهم، اكو بيت حسان ابو الشرز معروفين هذول بالموصل وبالعراق عامه، لان هو الموزع الرئيسي وعاد كله قرايبه وهاي يشتغلون بهاي. ايضا يحتاج الى خبره، يحتاج الى طبعا اللي ما عنده خبره ما يقدر بيها، كل من له خبره. الشو معامل كلها نظيفة وصحة موجودة عليها ورقابة وما شاء الله. والإقبال يكون من داخل الموصل والمناطق التابعة للموصل؟ عندنا أربيل، دهوك، إقليم كردستان كله يجي علينا والحمد لله، غير محافظات يعني أهل بغداد كلها تجي تأخذ من الموصل الشرزات. الشرزات الموصلية النوع دائما يكون الإقبال على أي نوع؟ هو عندنا المكسرات، الشرز درجة أولى، العالم ما تحب الفستق عبيد، اكو خلطة نخليها مكسرات أبيض أحمر، فيصير عليه إقبال أقوى. يعني. وحاليا القدرة الشرائية للمواطن الموصلي حول الشرزات؟ والله شوية غالية هي، بس العالم عاد تشتري يعني، لأن ماكو بيت عراقي ما يخلي شرز بالبيت، تصور الفقير يشتري ما يقدر. الفقير يشتري رخيص اي والله، والزنقين يشتري الشرز الغالي. وحاليا يعني احنا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، يعني ما تسوون تخفيضات لو ملتزمين بالاسعار؟ هي الاسعار غاليه هسه، يعني انا هسه كأرو على ابو جمله بالجمله كلها غلى عني عن ذاك العيد، فيعني مجبور انه ابيع هذا السعر. والله مخلين بالدولار؟ اي طبعا هم مخلين نسبه قليله، يعني في استقل عظم عندك هذيك السنه ب 15، السنه ب 18 من الجمله ما اكو زين. بقيه الانواع يعني فستق العظم والبقيه كلها غالي بالنار والله. كله غالي عندك، مستقع بيد من الثلاثة على الخمسة كله غالي، كله صعده
فانت بالخلطه من تجيب تخلي مواد غاليه طبعا يا حنبيع غالي. ذكرت بانه المحافظات يجوك وسواء كان اربيل دهوك بغداد الموصل ايضا يعني من اطراف الموصل ما يجون طبعا اللي... طبعا كل ما النواحي والقريات كلهم يجون من عندنا. هو الثقل كله على السوق النبيه كل الشرزات هسه تشتغل لموسم عيد حبيبي. نعم شكرا جزيلا على راسي. كل عام انت بخير ايضا وانت بالف خير اغاتي الله يحفظك عزيزي الف خير. محافظة نينوى معروفه بالعراق على مستوى عراقي، احنا بالنسبه للموصل احنا ثاني محافظه اكبر بالكبر بالمساحه والناس الطيبين، واحنا عاده الاعياد عيد الاضحى وعيد الفطر دائما الناس تتوجه للحلويات وللملابس تسوق، الشرزات الموصليه معروفه بالعراق كله، كل شيء بالموصل معروف بالعراق، يعني احنا الناس الطيبين يعني شوف الحركه البضاعه بالسوق كلها ملابس ملابس وشرزات وحلويات ماكو غيره، والناس سبحان الله احنا هذا العيد ما كنا ما بمستوى اللي احنا نحتاجه، يعني ماكو يعني اقبال شديد ماكو على السوق، ناس صح نازله بالسوق بس اكثر الناس نازله من الضوجه ومن الحر بالبيت فتطلع للسوق شويه ترفع عن نفسها، بس اما بيع وشراء يعني احنا نقول 60% من الناس ما تتسوق. يكون اقبال على شنو؟ الاقبال دائما يكون على الشرزات، على الحلويات، على الملابس، يعني شوف هسه البضاعه كلها اللي واقفه لو حلويات لو ملابس لو شرزات. يعني الباقي المحلات شوف الصياغه كلهم واقفين هسه ما عندهم شغل، حتى اللي اهل البسطات ما بسطات ماكو، المستوى كله هذا هسه. الموصل. ليش يكون دائما اقبال على الشرزات بالموصل؟ والله احنا بالموصل اهل الموصل بالذات يحبون هاي الشغلات، الشرزات والحلويات والكليشه، واحنا شرزاتنا مشهوره. ماكو واحد بالعراق ما يعرف، يعني تروح على بغداد يقول لك مال الموصل، تروح على الشمال يقول لك مال الموصل، فاحنا سبحان الله معروفين بهاي الشغله مال الشرزات. حاليا يعني تشهد مثل ما قلت ركود بالتبضع واعتبار ان هناك ارتفاع في الاسعار، والمرتادين للسوق من وين دائما؟ والله احنا الركود هذا ركود شيء طبيعي احنا عندنا، ما قلت لك هسه نشوف السوق ناس كلها بس ركود ماكو بيع وشراء، صح وزعوا رواتب بس الاقبال قليل ما مثل عيد الفطر اللي كنا بينه شويه كان اقبال اكثر، هسه لا بالعكس وتعرف الصعود مال الدولار واحنا بضاعتنا تقريبا اكثر تركيا ولو تجينا من الشمال. ما عندنا ذيك الشيء المكان المستورد به القوي اللي يجينا على الموصل يكون يساعد اهل الموصل على الناس تنزل على السوق تشتري، يعني كله غالي. ماكو شيء رخيص هسه. نعم. والله زين يعني هسه سوق وضحك عليها العالم. ايه يعني سوق كل العالم عم تتسوق وهاي ان شاء الله. ونحن ننزل هنا على المستوى والله مال المسابة. يعني صار لنا فترة فيها. الاسواق شلون حاليا؟ والله هسه ماكو اقبال هالقد. الاسعار غالية. يعني مثلا بطل الزيت ب 6000 6000 ونص. ايه التمن الهاي الساعه كلها صعد. ايه حاليا هناك ارتفاع في الاسعار. والله يعني ما عنده راتب قول يعني خطيه والله. يعني بطل الزيت ب 3 ونص. والله عاليه يعني بس المخضر ما مخضر ناقص سعره. ايه نازل يعني بربع ب 500 طماطه هذه يعني صاعده نازله. بالنسبه لاجواء العيد موجود بالموصل وارتفاع الاسعار. لا اجواء العيد موجوده بس على الفقير شويه، ها لو بس شوي للفقير يعني تساعدوا الدوله هذه. شنو مطالبتكم مناشدتكم؟ والله احنا نريد يفتحون مال الرعايه. يعني أنا صار لي سنتين متسجل على الرعاية ما طلعتني. سنتين سنتين ونص إذا ما أكثر. لحد الآن يقولوا على ما تجي الميزانية. والله ما أعرف. يعني أنا صار عمري 56 سنة وبعد ما جت الميزانية. ولا تجي. ويمكن ما تجي. راح أموت وما تجي. إيه. البيت مضروب، ماكو تعويض. الحمد لله. أدعك عليها. وكل شيء ماكو. جانب الايمن. هو انا من الجانب الايمن. من الجديده. حاليا مدمره وخراب ماكو اي عمار. والله عمروا نص وخلوا نص. يعني جت المنظمات شويه ساعدت. بس هسه ماكو احد. الحكومه وينها؟ بس المنظمات؟ بس المنظمات والله. يعني المنظمات جت ساعدتنا هذه بنت لنا شويه وظل البيت يعني هو هو.
شكرا جزيلا حجي. وبعد رحلة قصيرة في رحاب أسواق الموصل للحديث عن أجواء العيد، تبقى أنظار الموصليين متجهة صوب الحكومة المركزية بالالتفات للمدينة، وعلى أمل أن تكون الأعياد القادمة أعوام أعمار وانخفاض في الأسعار. لقد وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.